خاصة حياة، منا حالات جنرال. هالحالات الخاصة اللي هن برا بأمريكا وبأوروبا بيتمنوا عليا أن أنا وتعطولة طب بتصل بحالة مركز بحثي بيتمنى، لأنه هذا مثل ما قلت لك حالات نادرة. بس مثل ما قلت لك متابعة هالمرضى هيدي على مستوى الأبحاث بدها متابعة كتير وثيقة وقريبة، عرفتي كيف؟ يعني برا محل ما عم يعمل، أنا أخذت الخلاصة من حياتها من الكونكلوجنز تاعون زملائنا الباحثين الأجانب، عرفتي كيف؟ يعني صار عندهم مشاكل لما صاروا ياخذوا كتير مرضى من برات بلادهم، عرفتي كيف؟ هذه هي كنت مين شو دكتورة سمر أكيد تعملكم. دكتورة سمر، أنا يلي بدي أقوله إنه نحن أهميتنا إنه نحن ميدل إنكم كونتري، يعني إذا بتجيبي بروتوكول أجريسيف مثل بروتوكول لوكيميا ببلاد متطورة وبتحطيه ببلد كتير فقير، يمكن المرضى ما نخسرهم من شأن من اللوكيميا، بتخسريهم من الالتهابات، لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك عايشين بجو التهابات. فنحن شغلتنا إنه كأنه نحن بريدج، نحن منجيب البروتوكول من برا منعمله بالأيو بي بسي سي سي أل يلي عندها كل الانفراستراكتشر، ومنجرب من هون ننطلق لنخبر الدول التانية يلي معنا بالجروب يلي كلنا منتعاون سوا كميدل إنكم كونتري. يمكن أزكى إنك أنت ما تاخدي بروتوكول كتير قوي وتحطيه ببلد ما عنده قدرة مادية وتخسري الأولاد من الالتهابات، يمكن أزكى إنك أنت تخفف العلاج شوي بشكل إنه ما تخسري حدا من الالتهابات وتحافظي على نسبة نجاح منيحة. وأنا برأيي الشخصي هيدا دورنا نحن بالمنطقة. دكتورة سبيتي، حضرتك بالجامعة اللبنانية وبمستشفى حكومي، هل الوضع مماثل؟ هل بتشعري إنه في عدل بالعلاج؟ الأولاد عم تاخد علاجة مثل ما لازم؟ بس قبل بس بدي أعلق، هلأ نحن لبنان للأسف نحن بلد من البلدان النامية اللي بالمنطقة وصرنا هلأ غرقانين بالنفايات، بس طبياً وضع لبنان بالمنطقة هو نسبياً شوي أحسن من ما بس تقولي إنه نحن غرقانين بالنفايات. هيدا يعني بفضل كم مجموعة خاصة عم بتقوم بأعمال مجهود فردي صح أو مؤسسات خاصة فينا نقول. بس بالأخير نحن كفريق طبي موزع على لبنان، نحن هيدي الخدمات نحن قادرين عم نوصل للمريض خدمات طبية اللي موجودة. هلأ المريض اللي عندي العلاج الكيميائي اللي عنده أو اللي عندي بيتقدم، الشيء اللي ناقص أتليست نحن بنعرف فيه عم نقدر نحاوله ونستفيد منه بمساعدة السمتر أو أحياناً بالإشياء، يعني حتى لما بدنا نستفيد من شيء معين يمكن ما يكون موجود بالمركز هون يمكن لبرا. فبالأخير عم يوصل المريض حظه، عم يوصل المريض للي بده إياه، بس أكيد بتعب كتير أكتر. فنحن نسبياً طبياً عم نقدر نقدم خدمة طبية شوي أحسن من مستوى البلد عموماً. هيدا الشيء عم بخلينا أصلاً ريفيرر سنتر لبلدان المنطقة مثل بالليمب سيلف سيرجري وهالأشياء، يعني نحن بيجينا من بلدان المنطقة شيء ريفيرر لأنه نحن مقصودين عشان عم نقدر نقدم خدمة طبية منيحة. الأطفال بيحصلوا على نفس المستوى من العلاج عم نقدر. الشيء الثاني بهيدي المتابعة بتصير بيتعدل، يعني البرسونالايزد تريتمنت هي شيء يطبق ويعدل من البروتوكول الأمريكي لما يجي بتطبقه على أطفال لبنانيين عايشين بالنفاية بطبقه، وكمان من مريض لمريض مثل المثال اللي حكيته دكتورة سمر بالتوك اللي قدمته انه يمكن ولدين نفس الشيء نفس المرض ونفس العلاج، واحد بيتحمله أكثر من الثاني، واحد يمكن يعمل ريلابس واحد ما بيعمل. فهون الفولو اب والمتابعه بتصير بتعدل التريتمنت حسب مريضك، فهون بتصير المتابعه المهم. هلا المريض برا، المريض بالحكومه او يعني لما يكون نحن عارفين هو المريض شو محتاج عم يوصلوا اللي محتاجه، وان كان يمكن بمجهود اكثر لما تكوني انت بفاسيلتي ما فيها كل الاشياء. يعني انا مريضي مثلا المريض او انا بعجب كذا محل، اكيد بيختلف الكير الاشياء المتوفره بمحل عن محل ثاني، بهمني انه يوصلوا اللي بده اياه اللي ناقصه بهيدا المحل ببعته بخليه يوصل له، لانه اتليست انا اوير. يعني حتى المريض بحطه على بروجرام بالاستفاده بالتعاون مع اطباء سنتر، في فحص ما عندي اياه انا بالمستشفى مثلا. هلا مريض اللوكيميا كثير مهم الموليكيولر والدي ان اي تاعون اللوكيميا، فبس هيدا الشيء متوفر بالسي ار، فانا ببعته بيساعدوني بنسبه كثير منيحه. بتضل في اوقات
أشياء كتير صغيرة إنه الفن ما بكفي أو شيء، بس إنه ماشي الحال. لا كتير. دكتور بعصيري سريعا جدا قبل ما ناخد كم سؤال من الحاضرين، حكيت إنه بيصير في مشاكل ما بعد العلاج، فيك تعدد لنا إياها سريعا شو هي هالمشاكل وشو شكل الحياة بعد مرض، بعد الشفاء من مرض السرطان؟ هل كل مريض بس يخلص علاج نحن بدك تشوفي شو أخذ علاج. يعني إذا أخذ علاج أشعة على الرأس ممكن تأثر أحيانا على شوي على النيوروكوجنيتيف، يعني قديه نسبة الذكاء وحياته كرمال الاجتماعية وكيف بيقدر الديبندنت ليفينج وهدول الأشياء العصبية. إذا أخذ أشعة على صدره ممكن تأثر بعدين عند النساء على يصير في عنا نحن مشاكل تاني مثلا سكندري كانسر بالصدر، او بيأثر حتى على شغل الرئة وممكن يأثر على عضلة القلب. هذا بالإضافة كمان لبعض الأدوية الكيموثيرابي اللي هي ممكن تأثر على القلب، على شغل الكلى، على شغل البنكرياس، ممكن تأثر أهم شغلة على الفيرتيليتي اللي هي نسبة الإنجاب عند الأطفال وعند الناس بس يكبروا. ليه أهم شغلة؟ 100% بس هي كرمال نوعي الناس أكثر من إنه يتسرسبوا، فعشان هيك لازم الواحد يكون عارف حاله شو عم بياخد تريتمنت وينتبه لبعدين حتى اللي يتابع، لأنه إذا كان في عنده ريزيرف ليتخبوا، إذا كان عنده ريزيرف لنقدر شو هي المشكلة بالهرمونات لنقدر نساعده عليهم، نعطي تريتمنت بس لنحفظ كل هالشيء هيدا. بس إذا ممكن فضل. بس حتى زيد على هيدا الموضوع، إنه هلا حتى في كتير أبحاث على قصة السايد إفكتس تبع الكانسر، وفي كتير معلومات هلا إنه الكيموثيرابي بنفسه صحيح إنه بيشفي الولد، بس ممكن يخلي الأنسجة مثل تخطير شوي بكير، فمنشوف كل هول الأمراض اللي منشوفها بالعمر الكبير منصير منشوفها بعمر أصغر شوي، أمراض القلب، أمراض الروية، جلطات دماغ، كل هول الأمور بدل ما نشوفها على عمر السبعين ممكن نصير نشوفها على عمر الأربعين. من هون يمكن الحاجة لتطوير علاجات أقل. بس المنيح إنه في كتير دراسات على علاجات جديدة لتتخلص من هالخلايا اللي أذيها الكيمو، فإن شاء الله من هون للعشرين ثلاثين سنة الأولاد اللي بيصيروا بياخدوا كانسر بياخدوا تريتمنت للكانسر بياخدوا معه دواء اللي يحميهم من هالسايد إفكتس طويلة، ففي هوب بالفيوتشر. بركي علاجات المناعة يعني يوسع البكار تبع لتشمل أنواع أكثر من بس سرطان الدم وكم سرطان. قديه مهم الجانب النفسي بالعلاج، لأنه عم نحكي مع أطفال. أنا شخصيا وقت كنت مع مركز سرطان الأطفال أول ما بلش بإشراف السيدة كريستيان مكارم، شفت قديه مهم أنه يلعبوا ويضحكوا، ويمكن أول مركز طور هيدا الشيء قبل ما بعدين تجي الجمعيات وتوسع أكثر هيدا الشأن. قديه هالشي مهم، وبليز لو سمحتوا الحاضرين زقفة من نص قلبنا لمدام مكارم على القلب اللي بتحطه. مرسي كتير لقلك، لأنه علمتينا كيف عن جد نعطي، لأنه العطاء ما بيكون بس بالمصاري. اللي ما عنده كتير مصاري للأبحاث بيلبس الروب الأزرق وبيجي بيقعد، ما بتتأخر، وهيدي الشغلة ممنوعة، ما رح تسمعوا صوتها بس هيك بتتقس على الساعة وبتطلع بزاوية العين اليمنى، وفرد مرة سمعت صوتها أعلى من 3/10 خليت الأولاد يلعبوا فوتبول، هيدي المرة الوحيدة اللي طلعت صوتها 7/10. فقدامهم هاللي عم يعملوه هالصبايا والشباب يلي بفريقها لحتى يموهوا عن النفس، وقدي النفسية الإيجابية بتخلي أنه دكتورة تارك الولد يتجاوب أكثر مع علاجه. برجع لك دكتورة سامر. لا أنا بس كم بدي ضوي أنه في بانل كامل على هيدا الموضوع لأنه كتير مهم. صح، هذا كم بدي أقوله كمان، في بانل كامل في سيشن رح تجي حاطين لواحد في سيشن كامل لأنه كتير مهم. يعني نحن كتير مهم نفسية الولد لما بيفوت على علاجات، ومن الأول منشجعهم، لأنه الولاد اللي بيكونوا فايتين محمسين بيتجاوبوا معنا أكتر، بيكون السايد إفكت أو المشاكل اللي بتصير معهم من الكيموثيرابي بيصيروا هن يتحملوها أحسن وياخدوا العلاجات بالوقت المنتظم ويتجاوبوا على العلاجات أحسن من أنه الولد ما بده يتجاوب معنا أو بيكون كتير زعلان. بيصير أول شيء ما نفهم عليه،
بنقدر نحن نحسن علاجنا وهن بيصيروا يتحملوا العلاج بطريقة أصعب، ما بيعود فينا نحن نكمل العلاج مثل ما بدنا. بس مثل ما قلت في سيشن كامل اليوم رح نحكي عنها عن السايكولوجي. دكتورة موقت حضرتك من القدامة كمان، قد كيف بتحسي تجاوب الأولاد وقت يشوفوا أنه في ولد تاني مثلهم بعمرهم أو أكبر عنده نفس المشكل، وكيف تجاوب الأهل يلي كمان هن التعب كله على كتافهم؟ كتير مهم انه الاولاد بيجوا على المركز بيشوفوا ناس مثلهم، خاصه ناس شفيو. كتير مهم نقعد نحكي مع الاهل كيف الاهل بيجوا هن ومرتاحين على المركز، كيف بيعرفوا انه اذا بدهم مساعده بياخدوها. بعدين يمكن في شغله ما ضوينا عليها مع انه هي كتير مهمه، مركز سرطان الاطفال ما بيكون مركز سرطان الاطفال لولا عنصرين مهمين هن النيرسينج كير والفولنتيرز. يعني الطفل بيتعلق بالنيرس تبعته، بيجي بيقول أنا جاي لشوف مثلاً رندا أو رولا، سو بيجي ليشوف النيرس تبعته، بيجي مبسوط عارف إنه الفولنتير رح تقعد معه، رح عبل ما يطلع فحص الدم رح يكون عنده أكتيفيتي، دايماً في أكتيفيتيز بالسنتر، دايماً في ناس خيرين بيجوا بيعملوا أكتيفيتيز. اوعى تفكروا إنه نحنا بالعلاج لوحده، بالكيموثيرابي لوحده، بالراديشن لوحده منقدر نوصل لهالنتائج. في الجندي المجهول ويلي هو ما لازم يكون مجهول، بس هن أول ناس بيشوفوا المريض بس يجي على المركز، بيشوفوا أهل المريض بس يجي على المركز، يلي هن النيرسز ويلي هن الفولنتيرز. وبصراحة مركز سرطان الأطفال ما بيكون أبداً مركز سرطان الأطفال يلي هو هلأ بدون هالعنصرين المهمين. وشكراً لألهم أنه توصلوا أستاذ حسان أنه يقدروا التلاميذ يقدموا، يعني الطلاب التلاميذ المدارس يلي عندهم كانسر ما بيخسروا درسهم ومدرستهم. صار في برنامج كمان بمركز سرطان الأطفال حتى يقدروا يتابعوا درسهم فيما بعد. قبل ما أشكركم ويعملوا الحاضرين إيبوغليسيمي يقشط السكر قبل الغداء، بدي أشوف أسئلة الحضور إذا في أسئلة بتحبوا تطرحوها على المحاضرين. شكراً. أنا اسمي دكتورة لانا بترندين، بيدياتريشن بريفنتيف ميديسن بابليك هيلث كونسلتان بالدولة الإمارات. أجي أن بالشكر للجميع للجهود الباهرة والبرزنتيشن القيمة، وكان في عندي قلق معين استنتجته من الأسئلة. إنه سألت المدام عن أهمية أطفال الوضع، إنه بعض الأطفال ما بيقدروا يوصلوا للاكتشاف المبكر، وكذلك الأمر بالنسبة للأويرنس، بالنسبة لنسبة الوعي عند العائلات وعند المجتمع. بحب شوي نوه إنه بدولة الإمارات صار في سجلات لكن للأمراض الكارديوفاسكولار كذا، وبالنسبة للسرطان إلى آخره. والمستويات اللي هي بعد الدكتورة قد صارت ذلك الإمارات طلعت على بعض الأشياء. بالنسبة للاهتمام بالأطفال، رعاية الطفل، كانوا عم يقولوا والله يمكن ما في أهل بيوصلوا ما عندهم رجوع إلى آخره. أنا اللي بعرفه إنه في بلبنان 200 مركز للرعاية الصحية الأولية، وبعتقد إنه هذا مفتوح للكل، وإنه عن طريق هذه المؤسسات والأنظمة الصحية اللي بتكون منتشرة طبعاً بالنسبة للبوبوليشن إلى آخره، ممكن إنه يكون الاكتشاف المبكر أسهل من إنه نعتمد فقط على إنه يجوا الأهل كذا على نظام معين وكرت الطفل إلى آخره تبع رعاية الطفل. كذلك بالنسبة للاكتشاف المبكر، الاستشارات ما قبل الزواج لمعرفة مثلاً العائلات مثل بقية الأمراض الوراثية ممكن يكون في شيء بدل هيدا موجود، هيدي مسؤولية الدولة. يعني ما بدنا نقول بس نتكل على الأهل، نحن
مكررة لأنه عنا بس دقيقتين ثلاثة للأسئلة. في سؤال شغلة تانية بما يخص الوعي في المجتمع، في ذهنية معينة بعد لا زالت موجودة ولو إنه صار في تقدم كتير. ما بديش أحكي عن الفيروس كذا، وكلكم عارفين المواضيع هذه وقديش تأثيرها وكذا وكذا، وخصوصية لبنان بما فيه الأشياء. شو السؤال؟ بدي أقول إنه المشكلة إنه كيف هذا الوعي بده يكون. عنا تحديات مش بس على محلات معينة فقط، وعم نشهد مع إنه صار في فترة صار في طفرة بالمعلومات، لكن في تحديات التواصل الاجتماعي حول هاي السوشيال ميديا يلي عم بتزعب. أنا اللي عم نلاحظ في كل البلاد العربية إنه في شوية تراجع بما يخص مثلا سرطانات، ومعلومات مدسوسة، معلومات خاطئة عم توصل للناس بمكافحة السرطان. لا، هيدا الشيء بيصير لحضرتك عم تطلبي للعلاج. صحيح. شكرا. لازم نلاقي انه هيدي مشكلة، والمحاولة التحكم بذهنية معينة، وللأسف عم تقترن هيدي المعلومات بنواحي دينية. لا دكتورة، نحن شكرا على مداخلتك. الفكرة من هاللقاءات اللي عم نعملها اليوم هي لدحض المعلومات الخاطئة وللرد على بشكل علمي على هيدي المعلومات. سؤال قبل الأخير. سؤال قبل الأخير، تفضلي مس. بليز، سؤال مش مداخلة لو سمحتوا لضيق الوقت. I have two questions. The شكرا. مين بيجاوبها عن زرع الخلايا وعن نستعمل العلاج الكيميائي والأشعة لأن ما عندنا خيار آخر؟ الستم سيلز عم نستعملهم حاليا، يعني مثلا بعلاجات اللوكيميا الاطفال يلي الكيموثيرابي وحده مش كافي تيعالجهم عم نستعمل الستم سيلز. يمكن حضرتك عم بتقولي تغييرات بالستم سيلز كرمال العلاجات، وهيدي اشياء بارت مثل الايمونوثيرابي يلي عم يستعمل، عم بيصير في تغييرات بالخلايا المسؤوله عن الاميونيتي، يعني المناعه. صح، يعني هن خلايا المناعة بالجسم عم نغيرها بطريقة معينة تتصير تعرف خلايا الكانسر وتتجه دغري عليها وتقتلها. الستم سيلز هلا عم نستعملهم غير لوكيميا، في كمان مثلا نيوروبلاستوما، في حالات عم نستعمل الستم سيلز، بس هي مش تنغير الكانسر بحد ذاته، هي تنساعد الولد ونقدر نعطيه علاجات زيادة تيتفاعل او يستجيب على العلاج اللي عم نعمله بطريقه احسن. الستم سيلز هلا بنستعملهم كمان بحالات مثل امراض الدم، التلاسيميا، اوقات عم نستعمل الستم سيلز نخلصهم من التلاسيميا. بس ما بعرف بالتحديد انت شو كان قصدك بالستم سيلز، اذا جاوبتك على السؤال او لا. دكتوره موقت، اذا فيك تجاوبينا عن قصه الكيميو، العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعه، هل عم نستعملهم لان ما في غيرهم من العلاجات، او هن لانه فعلا عم بيثبتوا فعاليه؟ نحن بنستعملهم لانه من اول ما بلشوا العلاجات اكتشفوا الناس انه هيدا العلاج فعال، اللوكيميا فعال، الكيموثيرابي فعال، رجعوا اكتشفوا الناس انه الراديشن كمان فعال انه تصحح. بتقولي لي بعد 10 سنين رح تستعملي هالقد كيمو وهالقد راديشن ولا رح تروحي اكثر على التارجت الثيرابي؟ انا فيني اجزم لك انه من هلا لكم سنه لقدام رح نخفف كيموثيرابي وراديوثيرابي ورح نشتغل اكثر على التارجت الثيرابي. بس ليه بعدنا بنستعملهم؟ لانه هيدا الهيستوري، هيك بلش الهيستوري للتريتمنت للديزيز. اول شيء كانوا البيشنتس يموتوا، بعدين اكتشفوا انه هالدواء يلي هو فينكريستين او ميتوتريكسيت بصحح، بعدين اكتشفوا انه الراديشن بتصحح، وشوي شوي مثل ما قالوا الحكمة وي بيلد نوليدج. اما المستقبل اكيد اقل علاج بيقتل الاخضر واليابس، مور تارجتد ثيرابي ونسبه شفاء اكثر. دكتوره صعب، شدي لي حالك لو سمحتي بالابحاث للعلاجات الجديده، لا ما بقى بدنا نسمع بسايد افكت، ساعتها دكتور بعصيري بيركز على مرضى قبل مش بعد. بس بدي اعمل وان كومنت على بوث كويستشنز، انه كثير مهم ننتبه نحن كمان يعني ك
ريسيبينتس للانفورميشن انه الانفورميشن اللي عم نشوفها تكون انفورميشن صحيحه بهيدا العهد صحيح مع التواصل الاجتماعي والفيك نيوز والفيك انفورميشن اللي موجوده كثير مهم واحد يتحقق من مصدر الانفورميشن اللي بتوصله يعني مثلا نحن هلا بنعرف انه العلاج الكيميائي وعلاج الاشعه اكثر شيء فعال موجود عندنا فاذا شخص بده يروح تجاه دواء ثاني لانه عنده اقل سايد افكتس معناتها كمان عنده اقل فعاليه فبالاخير لحد ما نوصل لمحل اللي عندنا شيء عنده اقل سايد افكتس بس فعاليه قد الكيمو والراديشن رح نضل نعتمد على الكيمو والراديشن لا بالاخير هدفنا يصح المريض اكثر ما هدفنا يعني اذا صح المريض وبعد 10 سنين صار عنده سايد افكت اللي سايد افكت ما بتصير بكل المرضى بجزء صغير منهم احسن ما نخسر المريض قبل ما يوصل لهذه المرحله بحياته فنحن اكيد مشان هيك في ابحاث ومشان هيك في تطورات بالطب حتى كل ما يجي شيء